كل حاكم يأتي من بني العباس يفرغ جام غضبه على الإمام الهادي. مضى المتوكل جاء المنتصر، مضى المنتصر جاء المستعين، مضى المستعين جاء المعتمد أو المعتز العباسي، وكل من يأتي يصب جام غضبه وحقده على الإمام حتى قرت عيونهم حينما دسوا إليه سما نقيعا، وتركوه على فراش المرض يتقلب يمينا وشمالا، وقد سرى السم في بدنه حتى اخضرت ألوانه وثقل حاله، فصار الإمام لا يقوى على النهوض. وفي مثل هذا اليوم أراد إمامنا أن يقوم إلى صلاته فأخذ يرتعش حتى انقلب على وجهه، فصلى صلاته من جلوس واضطجع على فراشه. هاجركم الله فأغمي على إمامنا، عظم الله أجوركم، أحسن الله لنا ولكم العزاء، واجتمع أهل بيته عليه والكل ينادي وإماما. وأقبل إمامنا الحسن العسكري رمى بنفسه على صدر أبيه وهو يقول: من لنا بعدك يا أبتا؟ أوصى إياه بجميع وصاياه، دفع إليه مواريث النبوة والإمامة، وصار يمسح بيده على رأسه وينشف دمعة عينيه. قل له يا ابن الدن لي واستمع لوصيتي، عظم الله الأجر لك في مصابي وموتتي. يا ابني بوصيك بوصية لا تنوح مصيبتي، نوح للي بكربلاء بالخيل رضى وجثت. ظل أبوك حسين عاري في أراضي كربلاء، شفن ما حصل ولا واحد إجالة غسل، غير خيل الأعوجية خلت أوصال مفصل، وراس من فوق الرموح تلعب الريح بشيبت. ظل مرمي على الثرى وقطعوها على الصعيد، وشالوا باهل حواسير في السكك مثل العبي، وعمتي زينب الحارة دخلت بمجلس، والعليل مقيدينا والحبل في رقبت. اللهم الله أجوركم، بينما هو يكلم وإذا بالإمام قد أغمي عليه، أين المنادي وإماما؟ أفاق من غشوته وهو ينظر إلى السماء، قال: ولدي حسن حول وجهي إلى جهة القبلة. حوله إلى جهة القبلة ولسانه مختلج بذكر الله، ساعة إذ انقطع نفس إمامنا
وغمض عيني واطبق فا ومد يدي ورجلي، اشرق النور من جبينه وفاضت روحه الشريفة. اين الصارخ اين الضاج اين المنادي وامام ويالي من عقب ضيمة وكل الهموم، مات الامام اليوم مسموم، مات الامام اليوم. ون ون ارفع صوتك هيا مسموم، لكن اقول تخف الهموم، ما مات من الماي محروم، ما مات من الماي. ولي لكن اقول تخف الاحزان، تخف الاحزان، ما مات مثل حسين عاطش. اي والله ما مات مثل حسين عطشان، ولا ظل ثلاثة ايام عريان، ولا لعبت عليه الخيل مات. ولا لحريم ولا لنسوان، وقفت سبايا وصد ديوان، شتمها يزيد وضحك مروان، والله شتمها يزيد وضحك مروان. يقولون اليوم يوم شالوا جنازة الإمام الهادي خرج الإمام العسكري وهو شاق جيبة، لكن طلعت طفلة صغيرة من داخل الدار وهي تركض خلف الجنازة وتنادي ما صنعت فينا يا يوم الاثنين. الإمام العسكري صاح رجعوها، احنا ما عدنا علوية تطلع من البيت يشوفونها لأجانب. انا ما ادري سيدي مولاي، انت غاخذتك الغيرة على طفلة صغيرة، عمتك زينب يوم العاشر منو رجعها؟ لما خرجت حافية القدمين واضعة يدها على راسها تنادي حسين حرقوا خيامي، حسين ضربوا ايتامي. بيت الدعاء ون على زينب وننزل، خلي واحد يرد على الثاني. سور الحرام يا حسين لا تجذب الون، زلزل المكان، خلي الصوت أرفع من هذا. سور الحرام يا حسين لا تجذب بلكت يا خويا من الحرام تهدى الرنة، ودي اوصل مصرعا هاك والجذل، لكن شبيذي لازمة، لازمة ذيالي، لو يقدر السجاد السجاد ينهض كان جينا، خدك نوسده وبالذميع نغسل الطبرة. تنتظر جواب يجيها
وإذا الصوت من داخل المعركة: إن كان يمي تقدرين تقدرين الجن توصلين المعركة يم جسد طلعوا بظلام الليل يستركم عن الله ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمرفة لكن بخبر كان جيتي يا حزينة تشوفين جسمي بالسيوف مقطعي ولا ترفعين الصوت يا اختي يسمعوني خوفي قبل ما توصلين يمنعوني سرعك تعالي تودع من حجاب صونك عوينك الله ذوبت قلبك هالاطفال صاحت خويا 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 لمسامحة يا حسين ما اقدر الجيه امشي بلي اقناع ما ترضى انعم جوابا يا حسين واما ترى.